الشيخ محمد حسان لي بهذه الكلمات، أسأل الله عز وجل أولا أن يأجره على حسن ظنه بي خيرا، وإن كنت أشعر في نفسي كثيرا بالنقص والتقصير ولا أصل إلى ما قال فجزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وإن كانت لي كلمة في هذا المجال وفي هذا المكان فهي أولا شكر لله عز وجل على نعمة الإسلام أن هدانا الله تبارك وتعالى إليه ووفقنا للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا أحياء أو ما دمنا أحياء على ظهر هذه الأرض أن نكون من أهلها، من أهل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ميتنا رب العباد سبحانه وتعالى وهو راض عنا ونحن على هدي نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أيضا أو الكلمة الثانية كلمة شكر أيضا بعد شكر الله عز وجل لأخي وحبيبي وصديقي الذي طال العهد بيني وبينه، فأذكر أنني التقيت به في أول مرة في مدة تتجاوز ربع قرن تقريبا، وكنا في مدينة نبوية، وسبحان الله ما زلت أذكر البيت الذي التقيت به فيه والأخ الذي كان عنده، وربما أتذكر في مخيلتي الآن المكان الذي كان يجلس فيه أخي الدكتور مجدي وردة جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، أشكره على هذا التواصل وأثني عليه فيه، وأشعر أيضا أمامه بلون من ألوان التقصير، وأسأل الله أن يتجاوز عني وأن يعفو عني لأني أيضا قد أشغل بكثير من الأعمال فأنقطع عن بعض الأحبة فأرجو المسامحة. أما الكلمة الثالثة فهي لإخوان الحضور، هذا الجمع طيب، هذا الجمع المبارك، أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان على طاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجمعنا سبحانه وتعالى في دار كرامته، وأن يمن علينا جميعا بأن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أكون سعيدا عندما أرى وأشاهد هذه الوجوه الطيبة المباركة التي استنارت بنور الإيمان والتقت على محبة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الكلمة الرابعة والأخيرة فهي لأساتذتي من أهل الخير والفضل الذين أجلس بينهم في هذا المكان، ولا يليق بي أن أتحدث معنا شيخنا المبارك صاحب الدعوة المباركة على مدار أعوام متعددة فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، أسأل الله عز وجل أن يأجره على ما قدم وأن يثيبه خيرا عليه وأن يبارك في نبتته وغرسه المبارك الرعاه وتولاه وسقاه. وإخواني الحضور كثير وكثير، فضيلة الشيخ الإمام أبو بكر الحنبلي جزاه الله خيرا، أخونا أيضا فضيلة الشيخ علي ونيس جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، إخواننا جميعا الكرام. أما خطيب أهل السنة فضيلة الشيخ محمد حسان، وسبحان الله والله يا إخواني لم ترد هذه الكلمة على خاطري إلا اللحظة، وأنا كنت بالأمس أدرس بعض طلبة العلم في معهد علمي فسألتهم من خطيب أهل السنة، وكنت أود أن أستدل بكلمة لأحد أئمتنا القدامى رحمه الله تبارك وتعالى وهو الإمام ابن قتيبة رحمه الله، وكنت أتحدث في مسألة عن القدر فقلت من خطيب أهل السنة فلم يجب عليها أحد، فقلت لأنه هو الإمام ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى. ولما جلست في هذا المكان وقع في خاطري أن خطيب أهل السنة في هذا العصر وفي هذا الزمن الذي نحياه، وقد استعت في يوم
يوم السبت الماضي إلى خطبتي الرائعة الفائقة في الفيوم، ألا هو فضيلة الشيخ محمد حسان جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. أسأل الله عز وجل أن يوفقه في كل خير، وأن يأخذ وأن يشد على يديه، وأن يبارك في عمله وفي عمره، وأن يجعله إن شاء الله تبارك وتعالى رائدا بدعوة إسلامية صحيحة قائمة مهتديا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومسك الختام، الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. أتمنى، أنا أعرف أنه فضيلة الشيخ المهندس سعيد حماد هو يعني أهل هذه المدينة ومن أبناء هذا الثغر، فاستأذنه أن نستمع في عجالة لفضيلة الشيخ الذي تجشم مصاعب الطريق وجاء رغم انشغاله فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي، ثم نستمع إلى فضيلة الشيخ سعيد حماد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بما في الدين تربت يداك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ثانيا، كما قال سماحة والدنا فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي أطال الله عمره على طاعته ونفع به، جزى الله شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور مجدي وردة على أن تسبب في هذا الجمع الطيب المبارك. وثالثا، وهكذا يا إخواني، إن كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني صفوة نور الدين والشواتفي والشيخ كشك قد رحلوا، فإن لله ما أخذ ولهم ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار، فلنصبر ولنحتسب. فها هو والدنا الكريم فضيلة الشيخ المحلاوي أطال الله